مرحبا بكم إلى نشرة الظهيرة من تلماغوك، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الكونغرس العالمي للتربية بمراكش، والملك يوجه رسالة إلى 1000 مشارك. الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بترسيم أساتذة التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية. بعد امتناع واشنطن عن كشف الخسائر، إيران تعلن مقتل 80 عسكريا أمريكيا في القاعدتين بالعراق. أهلا بكم. ترأس الملك محمد السادس يوم أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي لـ 2020-2027، ويندرج هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات التي سبق للملك أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج يشمل كافة جهات المملكة، حيث قام الملك بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم. افتتحت مساء أمس الثلاثاء بمراكش أشغال الدورة 33 للمؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، وهو حدث تربوي هام ينظم لأول مرة بدولة عربية وإفريقية تحت الرعاية الملكية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية بالتنسيق مع المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، تميزت بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين، والتي تلاها سعيد أنزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. التفاصيل مع مفدي قناة تلماغوك إلى مراكش كريم أنزيان، سلمى غزلي وأشرف أشقيري. ألف مشارك من 70 بلد، كلهم استمعوا إلى الرسالة الملكية الموجهة إليهم في أشغال الدورة 33 للمؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس الذي ينظم لأول مرة بدولة عربية وأفريقية. وفيها أكد الملك أن المؤتمر يجسد إرادة المجتمع التربوي الدولي في تقوية أواصر التعاون شمال جنوب وجنوب جنوب في مجال تطوير المدرسة والأنظمة التربوية. الرسالة ذهبت إلى أنه يأتي اعتبارا للأبعاد الكونية للتعليم الذي يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان، واستحضارا لغايات الهدف الرابع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي يوافق عليها المنتظم الدولي ومبتغاها ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة أمام الجميع. 51-17 عدد من الأوراش سوف يتم التطرق لها في هذا التظاهرة، واللي هي من الأولويات ديال جميع الأنظمة الدولية التربوية الدولية، بما فيها الارتقاء بالشباب، تأهيلهم ورفع القدرات ديال هاد الشباب لولوج سوق المعرفة، جودة المدرسة، مشروع المؤسسة وريادة مسؤول المؤسسة في التحصيل الدراسي. المؤتمر الذي ينظم في سابقة بالمغرب يكشف سعي البلاد إلى تحقيق المقاصد التربوية والتنموية المسطرة له، ويعد فرصة مواتية لتعزيز علاقات التعاون والتقارب التي يتشبث المغرب بتقوية أواصرها محليا وعربيا وأفريقيا ودوليا، وذلك تماشيا مع إرادته القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك. إنه شرف كبير لي بتواجدي هنا اليوم بالمغرب، لأنني أثق مليا بأن رغبتنا في تغيير واقع الأساتذة والمدرسة والتلاميذ مرتبط بمجهود مشترك وعمل دولي. هذا المؤتمر الذي ينظم لأول مرة بالقارة الإفريقية يسعى إلى بناء المعرفة وإثبات قيمة التربية على المستوى العالمي لتقديم تعليم جيد للتلاميذ. The quality of education. فعالية هذه التظاهرة الدولية الكبرى ستتواصل على مدى 4 أيام، وتعرف مشاركة أزيد من 1000 مشارك من حوالي 73 دولة يمثلون هيئات وطنية ودولية، إلى جانب منظمات حكومية وغير حكومية معنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي. وتهدف الدورة الحالية إلى تقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف المشاركين فيما يتصل بالرفع من جودة التربية
والتكوين من خلال تقديم أكثر من 460 مداخلة في إطار عروض ومحاضرات وورشات عمل وموائد مستديرة، إلى جانب مداخلات الخبراء شرائحهم وفئاتهم. أعربت المملكة المغربية يوم أمس الثلاثاء عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا وعن رفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعله. وأكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على هامش حفل افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها بالداخل أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها. أكد محمد مجراز وزير الشغل والإدماج المهني أن محاربة تشغيل الأطفال يشكل أولوية للحكومة وأيضا للوزارة، بل هو أولوية وطنية مهمة، مشيرا إلى أن آخر ما تم إنجازه في هذا الصدد إخراج القانون المتعلق بالعاملين والعمال المنزليين، وهو إجراء مهم جدا سيساعد على انتشال العديد من الأطفال خاصة العمال المنزليين. التقرير عبد الغني العروة. وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراس صرح بأن محاربة تشغيل الأطفال أولوية وطنية مهمة ليس فقط لوزارة الشغل بل للمغرب ككل، موضحا في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن المغرب لديه التزامات دولية بهذا الخصوص، وآخر ما تم هو إخراج القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهذا إجراء مهم جدا سيساهم في انتشال عدد كبير من الأطفال خاصة العمال المنزليين. أمكراز أبرز أنه برسم سنتي 2017 و2018 قامت مصالح التفتيش بوزارة الشغل بأزيد من 900 زيارة تفتيشية أسفرت عن توجيه أزيد من 2000 ملاحظة و80 تنبيه بخصوص تشغيل الأطفال، مبرزا أن وزارة الشغل تشتغل مع منظمات المجتمع المدني وخصصت مبلغ 3 ملايين درهم في إطار شراكتها مع المجتمع المدني، حيث عقدت اتفاقات مع 11 جمعية مهتمة بهذا المجال. المسؤول الحكومي أضاف أن هناك 400 طفل تم انتشالهم من العمل، من بينهم 278 طفلا و162 طفلة أقل من 15 سنة، وتمت مواكبتهم من طرف هذه الجمعيات، ومن بينهم 104 من الأطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي. اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكا لاستخدام سلاحه الوظيفي مساء أمس الثلاثاء في تدخل أمري لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 عاما من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، وذلك بعدما عرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عمد لإلحاق خسائر مادية بسيارة مصلحة موضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة، وأبدى مقاومة عنيفة في مواجهتهم، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا 3 رصاصات أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى. أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها لنظام التشغيل بالتعاقد واستنكارها للوضع، معتبرة إياه مخلفا لآثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأساتذة، ومطالبة بترسيم أساتذة التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية. مزيدا من التفاصيل في تقرير رشيدة جسعيد. نضال مستمر ضد كل القوانين التراجعية صونا لحقوق ومكتسبات الشغيلات التعليمية، شعار حملته الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها لنظام التشغيل بالتعاقد واستنكارها للوضع الذي يشهده القطاع، معتبرة إياه مخلفا لآثار سلبية على الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للأساتذة، مطالبا بترسيم
أساتذة التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية. الجامعة أكدت أن التوظيف بالتعاقد مرفوض ولا يمكن قبوله لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، معلنة أنها ستواصل خلال سنة 2020 رفع مطلب ترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية. المكتب التنفيذي والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أعرب في بلاغ له عن إدانته لتشبيه مجانية التعليم كخدمة اجتماعية ذات أفق تنموي ونهضوي للمجتمع، مؤكدا على دعمه اللامشروط لكل الفئات التعليمية وملفاتها المطلبية العادلة، منددا بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وأولها الحق في الإضراب. الحكومة أكدت أكثر من مرة في وقت سابق عدم نيتها التراجع عن التوظيف بالتعاقد رغم الاحتجاجات التي قادها أساتذة مبررة ذلك بحاجة قطاع التعليم إليها. لقي 16 شخصا مصرعهم، أصيب 1914 آخرون بجروح، إصابة 75 منهم بليغة في 1506 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 دجنبر 2019 إلى 5 من شهر يناير الجاري. وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به فضلاً عن أسباب أخرى. تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على رقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة إلى مغاربة العالم بهدف تسهيل عملية حصولهم على الوثائق التي يحتاجون إليها. التقرير لفاطمة الزهراء دورات. رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج أبرز ما تشتغل عليه الوزارة الوصية. الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي كشفت أن الوزارة تعمل على مشروع رقمنة المنظومة الخدماتية الموجهة إلى مغاربة العالم، مشروع يروم تطوير هذه المنظومة وجعل الخدمات التي تقدمها القنصليات كالحصول على الحالة المدنية وجوازات السفر وغيرها من الوثائق متاحة رقميا. الوافي أبرزت أيضا أن الوزارة تشتغل على مشروع آخر يتعلق برقمنة منظومة تلقي وتتبع ومعالجة الشكايات وفق المرسوم المؤطر لها، مشيرة إلى أن انطلاقة هذا المشروع ستتم قريبا وسيتم العمل به على مستوى القنصليات المغربية في الخارج. المسؤولة الحكومية أكدت أن وزارتها بصدد إطلاق آلية جديدة للتواصل ترمي إلى تجميع مغاربة العالم وتعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصلي. منصة رقمية جديدة ستتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الاطلاع على المخططات والقوانين المؤطرة للاستثمار والفرص المتاحة أمامهم في المغرب وغيرها من المعطيات التي يحتاجها الراغبون منهم في الاستثمار في المملكة. في ظل امتناع الإدارة الأمريكية عن إعطاء أي رقم بخصوص الخسائر البشرية أو المادية على مستوى قاعدتيها العسكريتين بالعراق من جراء القصف الإيراني واكتفائها بأنها بصدد تقييم للخسائر، أعلن التلفزيون الإيراني صباح اليوم أن 80 عسكريا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان فجر الأربعاء استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ البالستية ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بغارة أمريكية في بغداد الجمعة الماضية. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستكتفي بالضربة الصاروخية التي شنتها فجر اليوم ضد القوات الأمريكية في العراق، كما أكد أن إيران لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب لكنها ستدافع على نفسها ضد أي عدوان.
قضى نحو 170 شخصا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها صباح اليوم الأربعاء من طهران. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم نجاة أي شخص من تحطم الطائرة. وعلقت شركة بوينغ في تغريدة لها على تويتر بالقول: نحن على علم بالمعلومات الصحفية الصادرة من إيران ونقوم بجمع المزيد من المعلومات. كما أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للطيران في نفس الصدد تعليق كل رحلات الشركات المسجلة في الولايات المتحدة فوق العراق وإيران والخليج. نجح أمس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن لقاء ذهاب الدور النصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. أهداف اللقاء سجلها كل من برناردو سيلفا ورياض محرز وأندريس بيريرا لصالح السيتي، فيما سجل الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد اللاعب ماركوس راشفورد. وبهذا الفوز يضع السيتي أول قدم له في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في انتظار حسمه للقاء الإياب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق الكونغرس العالمي للتربية بمراكش والملك يوجه رسالة إلى 1000 مشارك. الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بترسيم أساتذة التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية. بعد امتناع واشنطن عن كشف الخسائر، إيران تعلن مقتل 80 عسكريا أمريكيا بالقاعدتين بالعراق. شكرا على طيب المتابعة، تلتقون بعد قليل مع قراءة في الصحف. من إعدادي وتقديم هدى الريفي، إلى اللقاء.